محاسبة الشركة بغرامات ما خلينا مر نراسلنا ما خلينا مر راسلنا الخروقات الشركة هي دابا القناة الواد حي بوحوت معمول تساقطات ولكن كيصرفوا لنا فيها عندنا فواحد البلاصة الفوق فيه المياه العادمة ديال الصرف الصحي كيكبونا فيه علاش؟ شنو هو الحل؟ انا في العمر ديالي تقريبا 40 عام ملي خلقت ملي فتحت عيني وانا كنعرف قناه واد بوحوت انا خلقت تما جات كان الواد باقي جات في الاول قال لك جات الميزانيه فين هي الميزانيه؟ مور الانتخابات اللي دازوا خرجوا مور الانتخابات اللي دازت خرجت ميزانيه على اساس يصلحوا خمسه القنوات الويدان في طنجه من بينهم واد حي بوحوت ولكن كانت فاجئه حنايا من المماطله الحي بوحوت هو الحي الوحيد اللي مهمش مقاطعه بني مكاده 40 سنه لا حي بوحوت تقريبا العمر ديالو راه تقريبا 50 عام ولا 60 عام دابا حنايا شكرا ولكن كنقول لك مهمش شكون العمده؟ العمده كتستقبل ما كاينش فين هو الاستقبال؟ كتنزل شكايه كتنزل طلب ولكن الله غالب علاش؟ لان عندنا حي سكان حي بوحوت بالنسبه للشركه امانديس جلستوا معاهم؟ وامانديس شو امانديس جلسنا معاهم عملنا وصلنا في واحد الوقت وصلنا معاهم حتى المجال القضاء وصلنا معاهم حتى المحاكمه ولكن فاين؟ الله غالب شنو كيقولوا لكم؟ اش كيقولوا؟ كيقول لك الميزانيه كلشي كيتماطل اللي كيقول لك بزاف المتدخلين فيها لان حقا كاين الواد فيه بزاف المتدخلين فيه قناه واد لوكوس فيه الجماعه فيه الجهه فيه الولايه ولكن علاش انت اللي عمقوا حنايا؟ حياتنا كنقول لك حنايا وليداتنا هما طالعين عاود نفس البيئه الله غالب والسلام حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الجماعه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.